السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صامدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع اللي غالبية المبتدئين ديال الارانب اللي عندهم نقولوا واحد ارنب واحد وثلاث ارانب نتوات ما كي دونوش هاد المسائل. انا كنطلب من هاد المبتدئين انهم يجيبوا واحد ورقة وستيلو ويديروا واحد جوج جداول، جدول يديروه خاص بالصغار ديال الأرانب وجدول خاص بالأمهات. الجدول الخاص بالأرانب الصغار غادي يوضعوا فيه رقم الأرنبة اللي ولدتهم، مثلا واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة إلى آخره. غادي يديروا فيه تاريخ الولادة وقاش تولدوا، وديروا حداها تاريخ ديال الفطام، زيدوا واحد 30 يوم وكتبوا تاريخ جديد ديال فوقاش خصهم يتفطموا، وتاريخ التلقيح ديالهم خصهم يتلقحوا، ويدير لهم التاريخ ديالهم انهم فوقاش تلقحوا. مثلا نقولوا تلقحوا في واحد التاريخ كتزيد عليه واحد 12 شهر، وكتقول باللي خصهم يتلقحوا يعني الدواء ديالهم ديال التلقيح ديالهم العام الجاي، وخصكم ديروا تقلبوهم يعني فينا حتى يوصلوا شهرين ولا، وتقلبوهم واش ذكر او انثى، وديروا فوقاش خصهم يتزاوجوا. بالنسبه للذكر راه معروف انه كيتزاوج على 4 شهور، والانثى كتزوج على 6 شهور. حتى هذه تدونوه وكل شيء، يعني تكونوا عندكم واحد جدول واحد ورقه وستيلو، يعني واحد دفتر ديال 24 ولا، وتدونوا في هذه المسائل. اما بالنسبه للامهات خصكم تديروا جدول خاص بهم حتى هما، ديروا رقم الأرنبة إما واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة. خصكم ديروا فوقاش خدات التلقيح ديالها، يعني الدواء ديالها فوقاش تلقحت، باش الخطرة الجاية عاوتاني تكونوا عارفين. لا تزيدوا واحد 12 شهر، ماشي تخدموا على الله، لا ديروا واحد، دونوا هذاك الشيء واحد الجدول. وبالنسبة للتلقيح ديال الزواج ديال التزاوج ديالها حتى هو كذلك، الا كنتم مدونين التاريخ فوقاش تلقحت غادي تقولوا مثلا بقى لها واحد 33 يوم ولا وخصها تولد، ماشي تبقاو على الله تقولوا راه تعطلت في الولاده، لا تكونوا عارفين داك الشيء دونوه في ورقه. اضافه الى هاد الجدولين هادو خصكم ديروا مصاريف، واحد جدول خاص بالمصاريف، مثلا العلف والدواء والتنقل. حتى التنقل لماذا؟ علاش ما تحسبوش حتى هو؟ تقولوا مثلا انا راني نقلت هاد الارانب ديالي من جهه لجهه، ولا عطيتهم الفصه مثلا، شريت لهم قد القده ديال الشعير، شريت لهم هذه، اي حاجه دونوها باش تشوفوا راسكم المشروع ديالكم فين غادي. اذا الى عجبكم هذا الفيديو شاركوا معنا، وضغطوا على زر جيم، ضغطوا على الجرس كي يصلكم الجديد ان شاء الله. وانا كنشكركم على التعليقات ديالكم الطيبه، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.